متابعة اليومين الماضيين أثبتت أن محطات الأخبار العربية تعمل جاهدة في أن تطبق الحديث النبوي الشهير الذي يقول إنما الأعمال بالنيات. نتائج الأعمال والعمليات بدت غير مهمة وغير ذات قيمة، والأهم كان النوايا. هذه إحدى قذائف الهاون التي سقطت في حي المز جبل 86 كما عرضت على إحدى المحطات. وداخل المنزل، اللحاق بالقذيفة يوصل إلى زاوية في منزل سكني استشهدت فيها أم لطفلتين، وقذيفة أخرى لم تتمكن كاميرا من توثيقها أصابت باصا لنقل الركاب ودمرته بمن فيه. المحطات الإخبارية العربية قالت إن نية أحد تنظيمات ما يسمى الجيش الحر كانت منعقدة على إصابة أهداف محددة، وهي القصر الجمهوري ومبنى رئاسة الوزراء ومقرا للمخابرات في كفرسوسة. ورد وصف العملية على هذا النحو في كل نشرات أخبار تلك المحطات وكذلك في تقاريرها. رد الجيش الحر بإطلاق قذائف هاون على القصر الجمهوري ومقر رئاسة الوزراء والمخابرات العامة. محيط القصر الجمهوري ومبنى رئاسة الوزراء ومقار أمنية أخرى في العاصمة كانت هدفا لتلك القذائف. وصل إلى علم المحطة العربية هذه أن عملية إطلاق قذائف الهاون على دمشق لم تصب أي من الأهداف التي قيل إنها مستهدفة. ربما لم تحدث أضرارا كبيرة ولم تصب القذائف أهدافها مباشرة، لم تصب أهدافها بدقة فقط، هكذا وصفت المحطة وغيرها هذه العملية دون أن تقول إنها كانت عبارة عن قصف عشوائي ألحق دمارا بحي سكني وأسقط مدنيين لم يعترف بهم على شاشات المحطات الإخبارية العربية. سميت عملية إطلاق قذائف الهاون بأنها عملية ذات أهمية عسكرية واستراتيجية، وبأنها تطور لافت يحسب لطرف المعارضة المسلحة. هذا كان كلام مختص وخبير عسكري. هذه هي دمشق اليوم، أن يتم قصف هذه المقرات، مجلس الوزراء ومطار المزة وحتى منطقة المزة 86. خريطة الخبير العسكري على هذه المحطة ملفتة للنظر، ليس لأهمية كلام الخبير ولكن لأنها تظهر كل النقاط والمواقع التي دخلت في الموضوع. القصر الجمهوري ومبنى رئاسة الوزراء وكذلك موقع حي المز جبل 86. تظهر الخريطة كم هو الحي بعيد عن المواقع الأخرى، وقذائف الهاون سقطت فيه. ثم سميت العملية بأنها على قدر كبير من الأهمية دون الإشارة إلى نتائجها على أرض الواقع. لم تسمى قصفا عشوائيا ولم يشر إلى ضحاياها. كان هذا الرأي الإعلامي لتلك المحطة، وكان نتيجة التحليل العسكري لمختصها في ذلك. على محطة عربية أخرى كان الإصرار على أن الموضوع كان أيضا عبارة عن عملية مدروسة وليس قصفا عشوائيا. كان الإصرار متخذا طابعا آخر، ورغم وجود متصلين من الناشطين قالوا إنهم كانوا قريبين من أحد المواقع التي هي مطار المزة العسكري وإنه لم يتعرض لأي قصف، فلم يغير ذلك عند المحطة شيئا. بالنسبة لقصف مطار المزة العسكري، كنت قريبة من مطار المزة العسكري لما أشاهد أن هناك قصفا على ما يبدو، الخبر غير مؤكد. في نافذة أخرى من نوافذ تلك المحطة وعلى صفحتها الرسمية على الفيسبوك أصرت على الخبر واستخدمت للدلالة عليه هذه الصورة، غير أن اللجوء إلى الذاكرة المجردة يؤكد أن الصورة ليست لأي من الأهداف الثلاثة المذكورة. الذاكرة تعيد إلى حادثة انفجار صهريج للمازوت خلف فندق الداماروز في الشهر الثامن، وكانت ذات المحطة قد استخدمت الصورة في موقعها على الإنترنت لأمر ذات الخبر. لم تكن العملية عبارة عن استهداف مواقع محددة ولو كانت النية معقودة على ذلك، إلا أن محطات الأخبار العربية تعاملت مع الموضوع على أساس النوايا
بما لا يكون الأمر مماثلا بالنسبة للجيش السوري، وهو إن تواجد في أماكن مدنية أو سكنية فذلك لأن رافعي السلاح في وجهه يحتمون بتلك الأحياء وبساكنها. هكذا تقول أرض الواقع.